بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله قطع فراخ مشوية في السيخ الدوار بتاع الفرن. عندنا كيلو قطع فراخ مخلية من العظم، صدور او وراك، المهم انها تكون بالجلد بتاعها. وبعد كده هنجهز التتبيلة. عندنا بصلاية متوسطة متقطعة صغير، وطماطمية متوسطة متقطعة صغير برضو، وثلاث فصوص ثوم مفرومين، وهنضيف معلقة صغيرة ملح وفلفل اسود، ومعلقة كبيرة كزبرة ناشفة، ومعلقتين كبار طحينة خام، ومعلقة كبيرة خل. بعد كده هنهرس كل المكونات مع بعض بحيث تفضل معانا خشنة شوية. بعد كده هنضيف حوالي ربع كوباية زيت وهنقلبها كويس. بعد كده هنضيف الفراخ على التتبيلة وهنقلبها كويس جدا، وهنغطيها وهنسيبها في التلاجة على الأقل ساعتين. وبعد ما الفراخ تتبل معانا، عندنا بتنجانة رومي هنقطعها حلقات بالشكل ده بالقشر بتاعها. بعد كده هنحط على البتنجان رشة ملح ومعلقتين كبار زيت وهنقلبه كويس، وهنشوي البتنجان على جريل بحيث يستوي معانا نص سوا، وممكن بدل ما نشويه على الجريل نقليه نص قلي على حسب ما احنا عايزين. بعد كده عندنا السيخ بتاع الفرن، هندخل فيه قطعة من البتنجان وقطعة من الفراخ، وهنقفل عليهم من الناحيتين كويس. بعد كده هنحط السيخ في الفرن تحت الشواية وهنخلي نار الشواية متوسطة، وخلاص كده استوت معانا وهتاخد معانا في الفرن حوالي ساعة وعشر دقايق. ولما هنقدمها ممكن نطلعها من السيخ ونقدمها قطعة زي ما هي، أو ممكن نقطعها شرايح رفيعة زي الشاورما. جربوها وإن شاء الله هتعجبكم جدا. بتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، ولو عجبكم ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو واشتراك في القناة، وشكرا للمتابعة، وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديوهات جديدة.